الدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والحمد لله رب كل حال ونعوذ بالله من حال إلا النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي رمضان سبحانه وتعالى حاكمات موسو قرسي أختيا إن أنا سوفت قليل إن أسويني ما أنه مسؤول كلاهي وخير كبادن أرضو إلهي وكان فضي بادن هاي إلهي نوك مشه وجعله إنه مساجد ميلا عوشة بادن وأسواق مركا طفك مومي كوهار غربا إنه إن بدن كان في المساجد لسوء خير المساجد اللي بركض المساجد جوهر سوريا لنا نفس الشقاء يهو بتجي نقو سكويا حيالي وماشي إلهي محمد يسيك سوء دقيس سبحانه وتعالى وماشي مكي لسوء هذا يو تلابة مكا قادي دمي لغافي راي تلابة لبان أجل وقفراي وماشي مكا فريسي طول علمي يجين تقال يسيتي إلهي سبحانه وتعالى وملائكة من خاتق لنا يقولين إن الكاس إلى أن دم يقول لنا في من خاتق نور فبيض النوع الكلية اللي هنا فضل نواس كنت أشار كوين يعني قفة ضارب علمي وإلهي دينتي سأتنو اللي يستقصوا تقل يقولي سكسوا بحاي وحسوس قلتنا يسوه نبي إلى النشاء صلى الله عليه وسلم ملائكة سوس قلتنا إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة يا كبه كبه دار عيني سو قبق دار العلم وعلم الفاضل يا كبه قرار عيني سا إلا ويش كسعد وعلم وكبرنا وقت. بركا شرفت القيمة هذا دريم كنت أقف الملائكة دون هبة وش. أنا أقول لك بني آدم بأنه قبلها دي نيكا مضح لقيا اللي هو سنة إم بي وغيري ولا مو بيلو مارك سافوري ولا دلو دو بيو ولا نيكا هو سكون تيجي أما كي بسوي بني أما كي بسوي محايا كبرك هو شعبك ها سنة إنه كلوا ها ولا مين أنتي من سكتنا لكن ما أنت هذا ما حقا وفضل حنيو لقو الشيء يعني لقو تلمامي نوريش ساقده بجزء مركا وحالو بهاي هاي مره إلهي سبحانه وتعالى هو سايف إنه بطل إنت كريمة مركا تصوت تغارضت قد مساجد كي مره خير كل وحي هذا المدين مجلس كنوع النبي صلى الله عليه وسلم مغشي اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. يعني ملائكة لهم صوت كبير. ملائكة جبت لنا سياحين وأدوك وريت. مركي أفلام غير خير هو هاي الأهل وصاير وجيت إلى هاي الجوز الشيء كي سنعي. أي لا يسوع أنا عليه هلموا إلى حاجاتكم هلموا إلى حاجاتكم ورك علي. دنتي نمشي إذا أنت واقع علي. الله سيدنا مركا وفدينا مركا ملائكة بأفضل كيس نجا معك سعي نجا هرينا يشوف إلا صمد سكينة يا حسنون يا سود جيسو أنت وحسي دير إلهي أن أنتك أكتي سجوه ملائكة يقوه فان كمايا يباهي بك الملائكة صدن دغي مشان يتمنى دغي مساك تحت بيض العزم يا خيرا دغي سنيس لكن مقع على من سرى المشيقة يعني في الملأ يعلم إلهي مرقاس أقول لي أدوك كيف الفيرية وفرق لي أماشي أدوك وهو خير مني على الدين يوعد يوراك وتجي سنة ملائك تيني كم رفعت الأمر إن أنت كي يدرك وضع الله إلهي بصدى سبحانه وتعالى مركشان يتوقف تغيقه ماشا عقل إن شرف إيمان زيلا ندوك ربو قريب ونبوك سيدا مركا دوك قلت مركا دوك قلبي قلت لكي أنت يسين عشر ده يقضى عنك حسابي سيدا لكن هذه يقولون تايما ماشا عيني تابخت اللوميس هل هي يا بلاد يا بلاد يا بلاد يا بلاد يا بلاد
وحتى لو ترى شرفه إنه حق أن نفرض إنه نشأ في سنة إنه حق نبي يكون في الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حال النبي صحابة سيدنا علي نبى بقرات الجارد نبى يسوع ترى الحين يا ملك السوق يمايا حق يستيل لك هي أن تدعوه هيستو بقرتو يدعوه يستيل لك ده. نيكي بركو يبادو حيالا عجيب بني محكم ده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكوي النبي ما ويسى سنين ويسى إلا ويسى لكم كيسي وحكا الكتير يعني قعمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه. فمن ناضح يعني من كثرنا يا النبي بيه يسى يمن كثرنا النبي وحبيه تنتي سيرونك مدعي إلا نبع قادمة من اللي saw dadka islaasa waxa la sheegay mudan ka mid ah inay tinta nabiga haysteen markay inteen ay ka fantaan oo ka mid ah marka ninkii markuu kula yaabay iska daabay biyaha nabiga hatta aqoonta nabiga kuma dhayn sallallahu alayhi wasallam markuu sidaa u fiiri dadkaas la jecel yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka nin boqor ma boqor saan u jecel weeyma boqor saan u jecel weeyma ninkii markii loo soo diray saxan oo soo wareysan yahay asaga laftiisa ma laabanin bidii inay biyo aniga jacayl ku nooc aniga qayb gelin meesha meel lagu noqon lahaa ya dadka markaa ka sheekeynaya waa dadkii sida nabiga u jeeda salaad waliba gaar ahaan cashar ka habeen gudubisa ka sheekeynaya waxa ciidanka madaxka ah ee waxaan ka hadlay muslimiin dhaqan oo ciidankooda baysan yahay fikradooda aysan ahayn kuli la saacadii gaaray ugu socday oo aan maarkay sababaha furud oo noqon adeer marba waa ma waa isaayna ha dabra dugaha weedkiis hoos yar dhaafay baba ma soo dooga dhaawaa xisaab ah adeer marba jibka weera amaneena ay fulin si waxaan ay xal meesha ruuxu illa saara ruuxu inuu qahar soo iimaanka iyo qalbiga hadii ay mushkil adlan mushkil النبي صلى الله عليه وسلم شهادة حق القرآن أخذت سؤسي أيضا إلى الجوغان لمديسي وزير أبو بكر يا عمر صلى الله عليه وسلم أيا مالين جيتهم ورقات الصحابة وحياة عبد الله بن مسعود لم يسكن الوضع على عاتيه وصار صورة رابعة ركبة مسلمة ورقات النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بيجي سبد المي أيا وحبيه من رويه عبد الله بن مسعود لما تقص لسان لساقاه نبي عليه الصلاة والسلام لبدي سالبود قكيسان أثقل في ميزان الله عند الله يوم القيامة من جبل أحد بور أحد وعركة إلى أكتاي أي ميزان إلى أكتس أي كفر بدي النبي صلى الله عليه وسلم من كم ميزان بدي إلى بدر الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما كتبت لهم قياس جرين لهم أنا قيمين جرين أنت الحب الأنت هالو قيمين جرين أنت عبس الله إليه نبي صحابة ويسى صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس يا رسول الله ذلك يا أبو قيمة بلد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ويوسف يعني أبيه سوى النبي أبيه سيد اللي هو النبي هو سوى النبي هل يسحبنا يا رسول الله ما يسحبه إنه ما عرفت يعني حق ملكه ها ما عن هذا سألناك واحد أبو يدين واحد ما يعني قبيلة ذا حرف كسر نقطة أنا كسر نقطة خبير كو قيمة بدل كيوة نعم النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتخاف إلهتين كو قيمة بدل قبل إلهي وقوته ما تبقى كون نسيب دارا مخالع المطا إن مسلمين تهجاله وحيالها إكسمين أي تاوحي إنه مضى قبطان أن يقيمي وقفك الوقت يمين آية وحام موقضة يا الوقت يمين إذن وحام موقضة إلهي سبحانه وتعالى وحام موقضة ما فيه ما فيه يا وحام تحصل وسيدة إلهي قلبي وفيه يا عمل كقلبي وسبحانه قلبي يصدو نفسي عمل ولا قرأ لكن قلبي يضيف سنسي عمل لما قرأ لما قرأ مركا رجع كل شيء جيني نوارك نوع عدد ولما نكي عيدة هو جامل أي عراق بكى الدراب المدير وسعد بن وقاص
قرنسها النبي فيه صلى الله عليه وسلم إني يا سعد فداك أبي وأمي يعني بكفر النبي جرب لي نك كريم والنبي أبي أضحى إيه هو يلا أيام بكفر تاء النبي إلى أن أحيو نجي يعني لما لست توك يا زي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال صلى الله عليه وسلم ولبس عاود من دقاء من سكون عاود يا أبو مارك يا سامير كروني كان هو بعد سعد لما قال في الصفك وركض قال لما يعني صحابه النبي قفى نجي صلى الله عليه وسلم بني جري هذا خالي فإن خالكم أبتقي واقع صفك ورمجري أبتيشي ناوي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وما هكا هو ماشي كلي ولا لو قول لي هاي قفت 6 كيلو كسعود انه صعود مركي قوم قال لي عدد المرتا هاي 6 كيلو كسعود انه لو صعود عدد ان النبي جبي ولا قول لي لكن ما تقول لي زي ما حاسس قال لي تسلموا مركي يا سيدي راني وحكى لي معركه القادسيه عيلة سيدي لو قيمه madaxtinimada guud oo ciidanka in loo dhibay sacad ibn Waqqas kadibna loo dardaarmay dardaar afar ah si markii sadexaad ee si fiican u galaan kow dardaarka ku horreeyay waxay ahayd ciidanka in la amro ilaahay daacadiisa taqoon ilaahay subhanahu wa ta'ala ani sheegay ummad kasto ay Soomaaliyeed xoog iyo hanti ay leedahay ama hub ay haysay inay dagaalku u adkaanay ummadda kale waa khaldan tahay arinta islaamka maba dhici jirin ba عيلة المسلمين لعيلة قالا إسلام كلام ما تعجل مرة عيلة قالا ما تعجل إلى إذا تدمر كل شيء من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وارتدي رتيلا الآيات ويفتح بدن عرضة كلام بدن كأكالي إلى أن يجد كيس دلالة والله مع الصابرين إلى أن مر برجلة في السماء ما كان لي أقول ستيرا يتقوى يصبر قرآن يقول لي وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا هدية صبرتان إلى أن أكتب أغلام نجرت لي خيارة إذا ما لا يوحى مليئة وحبيدي كما ترى إن الله لما يعملون محيط آيات عجيبة يوم قبل العين إلهي سبحانه وتعالى وحيطا وحبيدي في قتلين وحوى الله يسمينا إلهي بابا وإلهي نويد الشيء ويذكرون ويذكر الله الله خير الباكرين أيها المخيش الغولة يعني إلهي سبحانه وتعالى ملك الله ما أكش كفر شيء يعني ملك إلهي تيسا سؤالي سوى الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ملك إلهي ديك ملجر يا جعان في السلسة هدوس الكبرين هدوس الوعس الودين هدو جعان تسكوك وكل جرئي ما أكي ساي لبسك وحريه وسكوك خلدين سعوض غلمر بي فوقها اسم ودين اللي تلدو بضلع إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وهذه الفريق بس حافظوا الحقيقة كان يعني النبذ كي يستدين في الرد بضل بس حافظوا ماشي تاجر لهم آه كثير بضل لكن إذا حافظوا في بضل حافظوا أضيه وكي في رؤية لن نقلب اليوم من قبل يعني ولي يحرور فاني جي كثير بضل ولي من كثير يران أنا ورانا يمر فهي كده عبدو عشر أمس ما تحبات سبودين أكيد عشان يقول الناس مثل الله والله ريحوها عيدا كان رفقه بها بسرح وتأمين من ذلك الشيس كان لك يا إيضان كبري يا دكتور هدي حتى يقالي إنه يقول لك إسلام كبير سنوني أما الشيس لك يا الشيس اللي يعني مسلمين تدد بلدك كما حما حتى هدي قال لك مثل أصدحاء الله تدارك الحوائي مسلمين تأينا إلى هذا قيم سردوني جمع معلومات كافية عن العدو رك ور ورك صوب عائلها عيلة مش جوان خوك هيستان في ليكي حياة إذا مين عيا يا هو دميت في حياة رضا المحكمة ده نقول مبوس كيس المريض وضع الرجل مناسب في المكان مناسب يعني عيلة إلا أنا لسكن هي مديو مش هذا ده اللي قال هذا كلام يا وحال رواليك صفك ورد جيني سينا تغاني وحال رواليك بعرفي سعيد وقلت سعودي مسينا تغاني نيجي جلال استاي إلى تغاني نيك فرس كنت قال له إلى تغاني نيك الرب كنت قال له إلى تغاني نيك الدباش يا الله وبد عارف إذا بد بدك وقال له إلى تغاني عصمر لي مرة كش كير من هذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا نقول الله دري أو كن أها أنا وحكم لما لو كن أن كبر لين أي كبر حسين حير ماشي تقال له قرا وبيا لها نيك عيدا قالوا لي بيقول هاي قال الله مصطفى لنا نيك حال سكس وبيقال له بحاي متكلم له
كلا لا بحاجة من كلا الجلاد مركي حق لو يساعي دي بدي لو في روحي رسول الله رجع جميل هذا مركا إمام بكر الدباش سكع وكرني هذا عيال مين تقدر ومين بوه رئيس مولانا ومين بوه رئيس مولانا الدوم بسوق قصير مثلا الدوم بسوق قصير هاي يعني نمر بالكرسي وروح نكيس ما مركي اللي جسوا في الماون كوجود يو قال كدولة كل جسوا حتى قيس الإمام الكوري يبقى أسوأ مس الدوم حرام على يروح هذا أودي دمر كيكوري الرجل لما مراه تعجبه هل الأحاديث بجيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ذلك أمر دين أيضا الله ذلك فرصة قلت فاسقين به وإذا معنا باريس أو يوكي يسوح أو نرد أمر ذلك بسنع أو ناك حلاش حرات وكلاهين أو صلاة أتبنين نكا سألي أمر سياسي وعلاي عجيب زمان ريب وفريسان آيات نكا سأقلق مدوبة لا يسلي ولا يصوم ولا يزكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه رجينا خضن خضن كي هو أغنية ذا إبو خرم مدان ولا بهم يا أسلام الدفاع يا أرن كين يتلدين إن الدمر بلولين الدمر التبيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دول كهوستي سالكي خير بدنا تكوكي سنوها هذا هم علينا باش يقول لك صوت لأوتي مريكا نيت ناك تريسو أو إلما حكسدان أو إيه حكسدان ونيكو تبيع هذا سيرو سوسو اتوائي من دافر كيما لك ها؟ مركا دستور تتبعصوه كيما والله سبحانه وتعالى انت اللي هي بعنا نحن نكي ناك اسقبه يعني فورها وين ما لقوة دقورة مركا لقوة دقورة انا هدي لعالها يقول عام نكي حوليك حين لو قيمنا يا 50-50 وده مالك بارو مشو شغيولي ما حبولي يجب فورها اسكن ايو لحظة تنزلت بشغيسين اسكن فوريها اسكن مركا إسلام كلا كيف يقولي لك دي هناك وإن ثلاث مقاط إن السيمين كيني حق أولي إن فقد يبيعي إلمام هكي سلمسين لها حدو لك أن إسلام أحد كيني قيب إلى أوتر كلا كقال لكن وحنا عليه مغلقي وكنت أنا إذا سكن دلك كتاب كليك موت أوكي وأصوص على ترتيب إيمانا ها؟ ترتيب إيمانا مركا ونكا أولي هاي مركا نيوم البابوس كي تحامل ديه ومركا أولي هاي حدي نمر ببوس كي سيلتني وايا وحوا أفهم الضمع مثال يزينا قاري هذه ترى وقت الليل ما ولما قاري سيلو حي عندني لودي سفر كاس مفت بلا ما لقى قد بيقول قد دري بيقول يوم كفاية ها كيف بتجري على المنا ما بقدر ماشي نصوت كذا marka gaariga aan saarnaa darawalkii waday darawal oo la soo maray ma in gaari uu wado okay gaariga darawal baa weeyaan midal gaariga darawalnimo doway aan tan iyo inta badan adeer kaso yaa waayay hore yaraan soo bartay laakiin waayay kaso hadii gaari loo liyo kor maasha Allah soo gaari yaa maasha Allah soo gaari marka baa ila fiin kor leeyni mar boos sahala digo سفر كواسعنا يا ماشي نفس عضو الرجال يعني دولة الإسلام في حياة هذه تبرك على الرجال اللي جلها ما سفر اللي جلها يعني وحنيت إلى الضعيف وأمين الركب ونين كذبت وأقول تبرك الدار يا سفر كهو جامنا نين كذا نفس عضو يعني ما هي نين كفكت وربنا لا قاعد يكمل سنة سنة شو بركة ودمي كواسع أردت إن تدار تزيد ده ما وقف يوم سعدو وحقيقة اللي أنا كشكينا أنا عمر فاروق وما في سكت الله يسعى بين الوقاص إنه أدرى وفدي لص الدوران قبل كفرس معايا من كان دجال الله إمام فارس وما في سكت قرينة يا دجال الجلاية دجال كنا لرجع الكهر وائل المسلمين توه إيران رشة المسلمين توه كوفي عينه يعني سؤال الله هذا مدري مدري المسلمين لما هم مركب كذا إني دفع عام مصور رضي الله ما وأنا شو دي بعين عمر ما بركت عن بقولها يا صوراء وقربيني
يشوف مجرم يروح حقه وكاي إيمان عيا يروح أي إيمان عيا يشوف مجرم يعني روح الله حقه وكاي ما حتى يوش تقول صدر القابل حدري الناس بوجود لما تقول يا رب يوش تقول صدر ولا قابل ولا فريسينا يا ورم الله وعش يزيد شيء ما كنت ما يستوى كنا دلوا خلع ولا يمكن كم خلع إسكال لابد قال لك يا بلو الإسلام هو كشر قوي هاي نمسكين وقوي ما هو رسالة وراقه تريد أن الإسلام دين عزيز صدر أن العالم حتى عكش غير لا سفارة ما عندك سفير كمان في كرنج حتى لما تدور الناس تقال وضع الكبر على الله يرد عليه مرت عمر عبيد اللي كان وقال وين حاجة وضع كاري ما ليه يسوع هو الجنين كو إلهي أنت رسالة واستعن بالله وتوكل عليه يمكن ما عليه يشبه وطام حاجة جنبي إني ما أعرف إذا وعكسيت كذا يكون جزء من هذا الجريسة إلهي ترى صار صور قوي وحق الله سبحانه وتعالى رب قدر بيري أركتله عقل بدن حضرت هيلو أيها أنا تبقى الدين ده قوي يعني في اللي ممكن تقال في الرجل اللي نصه دي نقول وحلي أنت اللي قال كم قوقة الكور حرارة فريسة الدين ده لجاسي الدين عجيب الدين عجيب محارم إلهي سبحانه وتعالى دعوة تفيدنا يا إلى فريسة رجع تقولين إلى فريسة أنا وحقولنا قلنا جل عشران قلب يقول جل عاية أربعة يجيبه من فريسة بحالني أتمليه شنو بيش بيجو حاجة بقى أزود تقولي قال كوي ما أصير حتى هو بدني أنا بنا برا هذا ما سوليا بقى هو ناوي حتى هذا الدين اللي بيسألك شو تبغى حالك كم هو بوت معك كذا سأجي حاجة بقى كبيرة هذا الكثير يقولون عمر فارغ ما كنت بدل بي سعد ماري وربنا سوكر إن الله سوكر ريبوت أنا وربنا ماري وربوت إن الله سعد من الغاز كنت بيقول ذلك إنه رجع حر لما كان صوت دليل العين رجع أي معك إذا حر هل هذا يكون على معكبة دي المكان النعمان في المؤمن المزل ورفع عروس كله بصر بن أبي بن أبي رحمة الجهن حملة منه جويد الكناني حضر بن ربيع الثمين فرات بن هيان العدي عدي بن سهيل المغيرة بن زراعة بن النبات وحكى القدرة سعد بن وقاص فك أيها هيبة إشرافه ونحيوه بدنا حالة قدر فكان هذا كي عقلي هلك وحرية بحقا حق الجنهان إن لقاء حقوق بدين أما لقاء فرحية قف حاجة يكون مكاسو رفع هيبل إشارة كم غطاء الشمس يعني لبس كيس يسوق يسوق لبسين إني ما مكاسو رفع أزدادا إن كان مكاسو أما كان لسان عمر رفع بيوزا نقل إلى تأتي بغاز بسمي رجل هذه هذا الضوط اللي هذا ما حاجة هذا اللي ما كان لماذا يكون في عام إيو رجل صفكه هو الفريسي ولبس كودي يجيركو عيري وهذا الشيء اللي كان البني آدم قال لك أوكي ما يلبس كودي وحنا نقول قام ربه هربنا فيه نكه عقل يزي مسكح دي سوى أوكي لكن إذا مركز سبحان ربي ليه هاي نمت بيتير وحيو بدون نمت كامرك أركان لقى بخط وإن صفك هنا لكن نمت آل مركز هاي وحيو صدنين هذا المشي مركي النبي صلى الله عليه وسلم سنة كنت الضباط لحديث اللون دي أفراد اللي سنة كنت نوصول الله نمت قريشة الحيلة نمت كان وعلي من كان عالم دي يسود شيء أسكت دعوانا في زمان أنت كعبة وليك يا كعبة حتى مو وليك تقول أنا أيها الكعبة ما قال لك في حلمان بونيش ما قال لك في السيد النبي صلى الله عليه وسلم مو قال لك تروش صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مركز الحكوية لماذا رحم الله إبراهيم أرانا منا قوة أراه منا قوة وحاليان معك سائلان ما أمر حيستلوا إن أنت مانت أنت مرضة تيش كيفية لك مركو هو عكس الجمرات كأردا صفا والمروة كعبة الضوافة جد جد حب كرد وحتى مريان يسيف عم يحطه من الحب يسلم نك أسأل الله من عزيز المستعصم يا اللي ذاك أكل من تلتلع سلام هاي ممكن ما نجي تايو إذا نوعها الله وصل وسلم عليه يرجع سيرات ربنا حتى المغارق يسعد كذا خالد ما يمكن ذاك غير سعد كذا المغارق قفر قليل مصاب قليل كان سعيد كيسا مدين انتو زيس على المدين
ama soo socdo nimanka marka jahaamada hijir kale maxaa meesha loo geeyay waxaad ogeyay dhaqa ina saraacaad loo sameeyo marka markay saan ufiiraan ilaaha niman noocaa ma ku jira muslimiin waxaa nigeria nimaan subxaana marka gaalada idaga kuwagaa u tag indhaha wax ku xiranya nin oo keligiis meesha fadhiya lama qofay fadhiisanaa in geeyo yaa nimankaa maskaxay kara ninkan keligiis toban ku filiya marka qalbigaa ninka hijibinaya laakin wafdiga loo diraa geen waa wafdi maslaxaa u socda laakin qalbiga hijibinaya marka dowladdu la ajiibo raga marka xagga jirka imaarmaarkay reer rubena waxaa waxaa kamid a cadaar bin xaajim altamimi alashcar bin muqayl alkandi alcaari bin casar adwani casim bin camr altamimi camr bin macdi karima almugira bin shucba axaadiistani ragga aad uga dhegeystaan magacyada imar inay kusoo noqonaa almugira bin shucba iyo almutala bin xaaj ashibani waxay ahayen marka afar iyo toban nin oo daaciyaad oo sacd bin waqaas u diray nimankaas yani boqolkii furs ay loo diray marka dood dheeraa nimanka dhex martay nimanka marka iyaga waxaa hogaaminaya acmaan bin muqlid almusani nin geesi haliyahu waa taariikhda kusoo sheegeen hadalkii markuu gebagebada maraa abeelaniya wuxuu dhegeysadankiisa wuxuu yidhi boqol mata ahaa ikhtar kala doora buu yidhi in maljidiya can yadin wa anta saadiq inaad koodhi can soo bixisid adigoo weliba duuleysan markaad keentay lagu leeyahay halkaa dhig iyo aw isayf inaan seefka tagal ka baxsan aan digaa ama inaad laftaada ku badbaadisa islaamka saddexda mid kusoo gabaniyo ani boqol iyo waxaa samaali hageena jooga boqol gudihiisaan jooga qasriga boqolkaan jooga anaga adigeena laba askariya qori soo wada kulli wayaaya shirigaada maxaa dabbeen kuwa dabbeen kuwa limaada ay dadkaan saan loogu baqan jiray ayagana isku baqan jiray nimanka waa soo tarbiyay waa la soo dhisay casharo badan ay soo qaateen heerka marka waxay gaareen mar ay digaar dagaal ay diyaar u yihiin ay soo gaareen laakiin adiga waxaan rabnaa anagoo sidaas igin joogin oo subixiina canjeera iska cuneen duurkiina bilaawayeen habeenkiina ceeshka iska cuneen in ajuudiisan kusoo dhir ama ragaa lamanaya la ishabeynaya oo maarkaysaaya iimaankaa iska dhisaaya oo akhlaaqii diina la yeelanaya oo rag iyo dumaraa la kala garanaya ama kulli waa isdhexyaa ama wax unisek la soo baxa hataa dharki waa isla leeyso ya a labiska hadda waa isla leeyay gabadan ma xirnaysaa wi waxaa lay labada magaysa herkaasaa mana marka qofka labiska ee gabdhaha xiran jiray markuu wiil adoo kuwa yimaada inkaas qofkaan soo socda gabarhaa masuuliyiin waa wareer ku jiraa